لصالح حسن الهلال. على وسط الملعب شيخ البايتي لاعب كريستال بالاس. يرجع لكوليبالي كابتن الفريق كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الايطالي. بطريقه على وسط الملعب ادريس ادال. يرجع لبابي ابو. بابي ابو يلعب في الرابع الشديد جدا. شكرا يا بابي. شكرا يا ابو. شكرا يا سيسي. اسمه كده بابي ابو سيسي. بابي التماس لمنتخب مصر من ناحيه اليمين امام عاشور. امام عاشور في ملحمه كرويه مصريه عظيمه 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 عظيمه. مصطفى محمد عايز يحط في اتجاه صراع على وسط الملعب مره ثانيه. ماشي ومعاك الشيخ كويتي. حطها في الشمال خليه يسيس. بديل هما بنشاط نسبي الشوط ده. الجماهير بتساعده في الكوره. ادي واحده طب اوعى يخد اوعى يخد لمسه. برافو 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 يا مان. بيأدي المباراه روعه روعه يا مان. روعه روعه. خلي بالك بيلعب مع ايده سجل مليء وبيلعب هناك كمان بيعدي من ناحيه الشمال. اسماعيل اسامه وسامي يوسف ده شمال روعه روعه. عامل مباراه فضوليه. برافو يا مان. وبرافو لكل لعيبه في مصر طبيعي. ضربه ركنيه من ناحيه الشمال الشناوي. روعة الشناوي روعة. حلوة أوي الكورة دي.
الشمال اللي بين عند امام عاشور بيدور يرقص ويعدي يا ولد يا لعيب ملم مره ثانيه عنده كوره عنده كوره حلو برافو برافو الشمال احمد فتوح على طول اتجاه زيزو زيزو عايز يعدي عايز يعدي كويس ورقه التماس لمنتخبنا من ناحيه الشمال نروح يا كلمة الخميس نروح يا خميس العظيم بدأ الطيارة 8 ساعات ونص غيابا 8 ساعات ونص عودة وفي الأتوبيس جوه 3 ساعتين يعني يا عيني عليك يا رجالة لكن ده شباب مصر ودول رجالة مصر ودول رجالة مصر وده حب مصر اللي في القلب طويلة وعالية المكان ده اللي خلص بعدها محمد صلاح تبقى لون التماس لصالح السنغال من ناحية الشمال طبعا النهارده ما فيهوش اي انسحاب لمحمد صلاح انه ينطلق قافلين عليه بيعتدلوا كوليبالي تقريبا كوليبالي اللي يكون في الشمال عشان يقفل على صلاح مع سالي وسيسي باك الشمال. رامي التماس 8 دقائق على نهايه الشوط الاول اضافي سالي وسيسي يلعبها في القلب بامبا ديانج طويله في الشمال يروح لها خلاص لعب مكانه اسماعيل صالح ده بقى خلي بالك يا حكومين ده هيبقى مشكله كبيره عندنا هيبقى مشكله كبيره جدا عندنا وخلي بالك يا حكومه انت بتلعب دلوقتي مع اصفر واحد لما رجع مكانه هتشوف الكوره يا رب نشوفها مش عايزين نشوفها ابدا ناديتين ثلاثه في القلب صغيرين كده في الشمال سالي وسيس اتقدم سالي وسيس تسقيطه في مساحه خطيره اطلع اطلع عطية عالية معدية معدية مش هيلعب مش هيلعب الحمد لله الحمد لله ما بقاش الحمد لله ما بقاش ده يوسف سكران وباك الشمال رامي التماس لمنتخبنا من ناحيه الشمال ده مسجل يا رب يا ساعة بالوقت احنا خلي الحبيب يجي بدري والحبيب طبعا هو التأهل لكأس العالم واجري ليه عشان نروح طلع وقت طبيعي نخلص عالية بفاول وضربة حرة مباشرة لصالح مصطفى محمد مش مد حرية للعيبة اللي في وسط الملعب واللي في الضغط بتاع السنغال يلعبوا معاه وده أمر مطلوب جدا من راس الحكم ده طبعا إسماعيل سارة اللي بقول لكم عليه لما 18 دي ناحية الجملة الأولى مش كده في الشمال أيمن أشرف عند مصطفى محمد يعلن يفاول على مصطفى ارجع لورا العب من مكانه العب من مكانه العب من مكانه ده بيقابل بيسلم على مصطفى محمد شكرا ماشي كاليدو كوليبالي كور العالية سلام عليك يا ياسر عامل ماتش حلو قوي ياسر خد واحدة صلاح يلا بقى صلاح يلا بصلاح ايه الكورة صلاح على وسط الملعب امسك كورتك حط حلو 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 استلام لامام عاشور امام عنده كور يحطها حلوه قوي يا ابو الله حلوه قوي قوي محمد مصطفى كان بطيء سنه صغيره ياسر عامل ماتش عمره ماتش عمره عمره جميل يا سوريا حط 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 عدي 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 خبالي لاعب ريال بيتيس اضرب عنه اسماعيل اسماعيل ده مشكله اسماعيل صار ده مشكله اوعى يقطع اوعى برافو يا عيني برافو يا عيني برافو يا عيني وضربه ركنيه لو اتعملت طويله شويه بتاعت الركنه اللي ده زيد ممكن والله وممكن والله 5 دقايق على نهايه الشوط الاول قال له وضربه ركنيه جايلها كالعاده لجريس جاي لاعب باريس سان جيرمان اللي عنده انذار هيلعب بيمينه خلي بالنا من الحاجات دي قوي عندهم عمالقه الحقيقه طوال جدا بيليسا جاي الست ابيض جوه المنطقه بيليسا جاي اداله اشاره عاليه شناوي 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 قاعد خطوه قدام ريما خطوه قدام ريما عايزك يا شناوي في الكوره دي لان الكوره متعلقه مش مشكله ادفع في البوكس فيها والبوكس زي ما يروح زي ما يروح يروح رامي التماس يا
منتخبنا من ناحيه اليمين امام عاشور يداله خد مليك اشاره منه يعني يستعجل اللعب يعني طبعا هم مش عايزين ضربات دي لان ضربات دي بتعتمد بنسبه كبيره جدا على التوفيق والحظ على التوفيق والحظ رمي التماس مره ثانيه من ناحيه اليمين امام عاشور امام طويله وعالي تطلع مره ثانيه رمي التماس لمنتخبنا من ناحيه اليمين مره ثانيه امام عاشور عمل ماتش حلو قوي قوي امام النهارده وكل اللعيبه في وادي دونجا كان واقع منه الشنكار حكى بدون دونجا لعيب صغير وقوي ما شاء الله وبيملى بيملى وسط الملعب لمسه غير منضبطه غير منضبطه لكن هناك ياسر ابراهيم موجود وحمدي فتحي انطلاقه من وسط الملعب لكن ياخذ فاول بامبا ديالو وضربه حره مباشره لصالح منتخب السنغال مباراه عصيبه مباراه عصيبه اقفل اليمين هناك يروح هناك قد يروح هناك ايضا هناك حطها ليرسي جاي لسامي وسيس سامي وسيس عرضيه معديه العب العب يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر دخل فيها طبعا نادي الاهلي ودخل فيها شيخ الكويتين الكوره في منتهى منتهى الخطوره وكان شكلها ساتر ايه اللي عقدها؟ بنشوفها مره ثانيه في مستوى الاهلي الكوره عدت اهي اهي المتناول ايه اللي عقدها ايه اللي عقدها منتهى الخطورة دي كانت كرة خطيرة جدا أطوال المباراة مفيش قوة خالص إلا الكرة بتاعت الهدف الشوط الأول الإضافي ثلاث قوة خطيرة ثلاث قوة خطيرة على مرمى الشوط رامي التماس بيتكلم على طول على وسط الملعب طويلة وعميقة وعالية أي كلام خليها بقى خليها على الأرض ما تسمعش خالص خلينا نضيع دقيقة ونص دول أيوة خليها على الأرض خليها على الأرض بص الليزر يا جماعه بص الليزر شركة الليزر كانت شركة محمد الشناوي الشناوي طويلة وعالية عند مصطفى محمد يسيبها بابي ابو ترجع مرة ثانية في اتجاه يوسف سباني حط جسم يوسف بفاول مضربة مرة مباشرة لصالح منتخب السنغال خلاص نص الدقيقة على نهاية الشوط الأول الإضافي وما زالت النتيجة 6-1 مصر لا شيء جبل النادي عايز تضيف شوية على كده يا جماعة عايز تضيف على كده شوية لأن في أمانية لأن في أمانية مقطوعة مرة ثانية في الشمال استلام في سكاي شماله يغير الملعب يوسف سباني يشارك فيها زيزو ترجع لبابي ابو ابي سيسي كوني بالي صغيره شيخ كويتين دقيقه واحده في الوقت بدل ضايع على وسط الملعب شماله بابي ابو يطلع امام عاشور